السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد البنات. اول حاجه ضربوا لي على داك اللايك، ديروا واحد الضغطه تكون جميله نسمع حتى لهنايا يا اختي، ايوي تسمع حتى خالتي فرنسا. يلا ضغطوا على اللايك، اشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وبيان سور اللي عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم عائلاتكم جدودكم كلشي. مهم مالينا، رجعت الحيويه، رجع النشاط، تقبلت الوضعيه اختي. الهبه قد جبد لي اسناني، انشدها نهبط ليها نعضها بهم. مهم راه ما يمكنش اصاحبتي، مهم راني ناشطه يعني، عاجبني الحال دنيان يعني تقبلت له. هذا ماشي هذه اول مره يعني، اي حاجه كنبغي نديرها اختي اللوكور ديالي وكنبغي نقاد شويه يا اختي، ما نبقاش غير هذيك ربه البيت اللي كتشوفوا فيها دابا. هو هاد اللي عاقسي اللمه عنع احكر كاني عطيب البعالك ناري اختي. بغينا نؤب على اش كناكل انا هنايا، كانوا واحد بقيت عاقله عليه هادو واحد عنيبات كنت دايراهم في الكاس غسلتهم وبقى واحد الجاد قلت حشوهم يتلاحوا ويلي. مهم ما علينا، اللي بغيت نقول لكم البنات هو سبحان الله، شوفوا انا راه ما تنخبي عليكم والو، تنقول لكم الحقيقه في الدقيقه، يعني داكشي اللي تنبغي نديرو تنشاركو معاكم، كنشارك معكم لانني دو توت فاسون كنشارك حياتي معكم، وشي حوايج امبورطون ما كنقدرش نخبيها يعني خاصني نعاودها لكم. مهم علينا، بالنسبه للسنان راه ماشي صافي انوليت، راه باقا غنديرها، راني كنشوف باش ندير ميتشيال شي حاجه صحيحه زوينه وصافي ونرجع ندير داكشي اللي خصو يدار، وان شاء الله نشاركو معكم في الوقت. اوكي دابا خلينا نحكو هاد الماعن وهاد الطباصل وهاد البجاقل هادو نحكوهم قدامكم. واحد البنت قالت لي علاش ما كديريش الماكينه اختي، انا ندير الماكينه في ثانيه ولا من نهضر مع من نتعاود. نتعاود اختي مع مخير مع من نهضر اختي، راه خصني نسجل لكم وانا كنغسل الماعن وكنشوف الروتين ديالي اللي كنغسلو فيه الماعن بيديا، ومام تو خصني نهضر معاكم. اما انا درتهم في الماكينه راه ميم با 20 سكوند وهاني كملتهم وهادي ساميغوس نو، خصني نديرهم في خصني نغسلهم نتناقش انا وياكم، فهمتيني اختي؟ بزاف تيقولوا لي هكا، ايما الماكينه راه كنديرها، دابا كنسجل لكم وراه غادي نعمرها باش نعمرها نخليها تخدم ونمشي نجيب ولادي من المدرسه. كنسجل لكم دابا، غادي نحط لكم في هذا النهار هذا ان شاء الله اللي هو يوم الخميس، ونحط لكم في عشيه كنوجد لكم في هذا الفيديو هذا اللي صورته قبل. اوكي غتشوفوا في هذا الفيديو هذا البنات الروتين ديالي كامرأة مغربية في الغربة متغربة، تنخدم في الدار مع الوليدات وتنخدم على برا. اوكي ما تنخرجش انا نخدم على برا، ميراني اوتو انتربرونور في داري يعني بروفيسيونال، يعني تنخدم تنبيع تنشري او ميم طون كنصور لكم لي فيديو، راكم كتشوفوا لي فيديو معايا كنصور دي ستوري. البنات اللي ما متبعينيش في الانستغرام يا ريت تابوناو عندي نازيها شانيل واحد، راه تلقاوني في الانستغرام غير طابيو نازيها شانيل نطلع ليكم. فهمتوني البنات وتابوناو عندي، تما راه كنشارك ستوريات بحال ما هاد الفيديوهات كنشاركهم حتى في لي ستوري، وتما ما كيكون لا بوبليسيتي لا والو. المهم ما علينا، هاد النهار هذا كيما قلت لكم غنشارك معكم الروتين ديالي شنو غندير. غنغسل الماعن، اول حاجه غنغسل الماعن نحيد عليا كاع الماعن اللي كاينين، راني خديت لكم يعني خليت الفيديو عادي ما درتش ليه التسريع، ما تعجبنيش داك التسريع بزاف تضر في العينين. المهم تنغسل الماعن، راه سي فغي هذيك اللي قالت لي ديري الماكينه، راه سي فغي الماكينه ما كتضيعش الماء، ها انتم شوفوا هاد الماء راه كيضيع اكثر بلي كتغسلي بيديك العاديه، ولكن بعض المرات تيبانوا لي غير داك الشيء قليل، تنزرب عليه دغيا كنزرب عليه دغيا هكا بيديا، وصراحه واحد السولاج مو بلي كتغسلي وكتحكي وكيبان لك هذاك الايفيي خاوي اللافابو خاوي، كترتاحي يا اختي نفسيا. وانا نقول لكم واحد القضيه، انا راه دائما تنقولها لكم، راه اللافابو عندي انا ما تيخواش، علاش ما نعرف اختي الجنون كيجيو يحطوا لي المغارف ويجيو يحطوا لي الزلايف، مهم ما عرفت اختي والله ما عرفت، مهم ديما تيكون ضروري تكون فيه شي ثقيله. هذا ما كان البنات، غادي نغسل معكم الماء ان شاء الله، شوفوا معايا هاد الروتين ديال هاد النهار هذا اللي غنوريكم كيفاش كنتعامل مع بنتي، كيفاش بنتي حتى هي دخلتها معايا نفهمها شي الحوايج، لانني انا ما ديماش ليها ما غنعيش ليها، ما عرفت راسي امتى توفاني الله، والمنيه واش صغيره واش متوسطه واش كبيره الله اعلم. شي حوايج اللي خاصنا نعلموهم لولادنا، بحالي مثلا انا تنبيع تنشري، كاينين شي حوايج شي حوايج اللي خاصها هي تفهمهم، خصني نعلمهم ليها اون سي جامي. عندي انا حلم كبير انني نكبر لو بروجي ديالي بوكوا با، خصوصا انايا كما تتعرفوني الناس اللي متبعيني من قديم، راه انايا انسانه تاجره تتعجبني التجاره، البيع والشراء راه درتها في صغري، تصوروا البنات راه من اللي كنت عندي 10 سنين كنبيع وتنشري، يعني تنبيع ماشي شي حاجه جديده عليا ولا شي حاجه جديده عليا عمرني ما درتها، بلي كنت عندي 10 سنين راه كنت كندير للوالده
الفلالس الارنبات ديالها تنبيعهم ليها في السوق. اي وي يا البنات، ايامات الامن والامان، الامن والامان. كطفله كنت كنجي مثلا شي فلوس، فلوس هو الذكر ديال الدجاجه ولا شي حاجه كتكون عند امي تهبرات وداكشي، كتقول لي بنتي هاكي سيري بيعيها ليا هادي. كنجي من كن كنكون كيكون عندنا السوق حنا نهار السبت، تنمشي تنديها تنبيعها ليها 50 درهم 1200 عادي جدا. عائد راه انا كان عندي سيبر في المغرب، الناس اللي متبعيني وشافوا القصه ديالي راه الفيديو وصل شي 2 مليون عارفين راه انا كان عندي سيبر ودرتو فريمون واحد لاج اللي هو يا صغير. كانت عندي كروسه تنبيع فيها لي ساندويتش ديال 5 دراهم ديال 10 دراهم لي هذاك العواصر العصائر كنت كنبيعهم. يعني التجاره ما غريباش عليا، شي حاجه ما غريباش عليا. وحاليا دابا راه دابا 6 شهور راه ما كنشاركش معكم بزاف في القناه ديالي الاوفيسيال هذه، لانني ما بغيش نعمر لكم راسكم بحيج ديال البيع والشراء. فقط تنحط لكم لوليان ديال السيت ديالي، مي ما كنطبخش لكم راسكم عندي 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 اوكي. مي هاد السيت هذا راه تنبيع فيه البلاكيور اللي ما تيكشف لا بما لا بدوش لا بريحه لا حتى شي حاجه. تنبيع فيه البينوارات، كنبيع فيه البيجامات، كنبيع فيه السورفيتات. دابا بلي غيتلا هاد الفيديو ما كاينش السورفيتات، مي غيكونوا نهار السبت السورفيتات الطوال ديال المحتجبات واللي غير محتجبات، شي حاجه واعره والثمن جد جد مناسب. اللي هما نيت غتشوفوهم معايا وكنظن في هاد الفيديو هذا وي غتشوفوا معايا، ولكن هاد السورفيتات هادو حطيتهم من هذيك السيمانه اللي فاتت. ها يعني هذا الروتين هذا اللي درتو انايا، وغنشارك معكم فيه شنو علمت بنتي، شنو ديتها معايا معتي تلبس ليا لؤاس، لان هي كدير لؤاس باش توريها الناس. تنتحاور انا وياها تنفهمها شي حوايج في البيزنس في هذا، لانكم من البيزنس شي حاجه زوينه وشي حاجه الله تبارك فيها. البيزنس يعني التجاره، التجاره كيسر فيها الله. وراكم عارفين نتوما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم السيده خديجه، يعني راه كانت تاجره كبيره ما شاء الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وكنعلمها شي حوايج هكا بزاف، تنفهمها شي حوايج، ومام طوت تتوري معايا للناس الحوايج اللي كيتلبسوا في الاس، وهما اللي غتشوفوا معايا في هذا الفيديو ان شاء الله. وغتشوفوا معايا بيان سور روتين، شنو غندير، شنو غنطيب، شنو غنطيب، كلشي غتشوفوا معايا في هذا الفيديو. مهم غير باش ما نخرجش لكم على الموضوع، يعني هاد الفيديو هذا فرانشمون مخلط البنات، يستاهل فريمون انكم تشوفوه وتبارطاجيه، ويستاهل انكم تجمجموا ليه اختي. يستاهل لانه فريمون مصوره فيه شلا لقطات وفيه الخدمه، يعني ماشي غير جيت هكا تنهضر معاكم وهضرت على واحد الموضوع، هذاك راه تخوفاصيل. يعني اسهل ما يكون الواحد يحط الكاميرا وجلس يهضر، مي بلي كيبقى يشد الكاميرا وكيبدلها من جهه لجهه وكيصور لكم لقطات مثلا برا لداخل، هذا هذه راه انسان يوتيوبرز ولا اي حاجه انسان تتعذب على هذاك الفيديو ديالها، تيكون فيه الخدمه اكثر، تيكون فيه الخدمه. راه انا تندير هذوك الفيديوهات اللي تنهضر على شي موضوع، تنحط الكاميرا مثلا تنهضر على شي موضوع، تيجيني فاصل تا لا بالنسبه للمونتاج ولا اي حاجه، تيجيني شي حاجه اللي ما غتعذبنيش صراحه. بالنسبه لهاد جافيل هذا اللي وريتكم هذا الخضر، هذا ماشي جافيل عادي، هذا جافيل مركز. تصوري يا اختي خلى لي هاد لافابو كيشعل كيشعل كيشعل، وانا راه ما نستحملش ريحه جافيل، ولكن عرفتي تيخليه لك عرفتي بيض ما شاء الله، بيض بيض هانتوما كتشوفوا على عينيكم، خلاه ليا بيض. نقيت الايفي ديالي، غسلت الماعن، حيدت الروينه، ودابا ندوز نوريكم اشنو جبت. يا اختي انا هاد الكوزينه ما كتخواش نهائيا، ما كتخواش من الخارج يحطوا لي هادشي ديال ليلانجا ديال ليدي، هادو ليلانجا الياس جاب لي من الحمزه الريزيرف، وهذه ليلانجا ديال الدار، ولكن نورمالمون انا ليلانجا ديال الدار ديال اكسيون كناخذ واحد اخرى، مي ما لقاهاش الطارو بها هي فيها بزاف، هذيك تمسح بها البنات كيمسحوا بها الطبلة ولا تمسح بها الكراسه صراحه زوينه. الكراسه هذه ديال الطبله اللي كانت فيها هنايا ماشي الاخرين بطبيعه الحال. المهم كنجمع هذا الشيء، عرفتوا يا البنات لاحظت واحد الحاجه، انني من عام الفيل ما بارطاجيت معكم شي اكله ولا طيبت وبارطاجيتها معكم، اول ولا بارطاجيت معكم شي مره ما عقلت. المهم خليكم بالجوع المده هذه، مخليكم بالجوع استسميح استسميح اختي. واليوم يا اختي اللي ما تفرجت في هالطاجين هذا ما دات ما تعاود من هذا اليوتيوب كله بابا. ايها اختي نزيهه اليوم دايره لكم اختي طاجين، دايره لكم او باغا ندير معكم طاجين اختي ديال البطاطا الحلوه. مهم من الصباح وانا كنقلب على الزبيب واقول الزبيبه ما لقيتها، لقيتها كان شي فميكه اولا شي حاجه مضرب شي بلاصه باش نقضي بها. المهم دابا راه ما فيا ما يخرج،
نطيب العشاره بقى غادي نمشي خدمه باش تهبط ما بالك الهبط تبدا تصور. يلا وسير. المهم غنشارك معكم هذا النهار هذا اللي فيه الخدمه، فيه طاجين، فيه البنات ديالي اليوم غيمشيو لان اليوم الجمعه. المهم غتخدم معايا اسيان يعني تعاون ماماها، وفي نفس الوقت غادي نقرصها ندربها نخليها حاره يا اختي حاره وتشوي هكا يا اختي هكا كنتخيل ولادي يعني خصهم يعتمدوا على روسهم خصهم يعرفوا النمله من المهم غندخل ونخرج عليكم الهضره شويكم سا شويكم سا. والله الا غير كتب لي كيكون عندي النهار فيه عاوتاني الخدمه وهذا والدار وغسل الماعن والطويان وداكشي راه لي طومبي لي طومبي. المهم بطاطا الحلوه او الطاجين ديال بطاطا الحلوه كنديروه كاي مغربيه وايتها مغربي. درت ديجا البصله، هاد الفخيدات راني ديجا غسلتهم بالخل ما نعاودوش الهضره. دابا نديرو زويته الزيت ديال العود، مابقاش عندي اللي هو زيت الزيتون البنات، زيت الزيتون المغربيه يا اختي مابقاش عندي، ولكن اختي راها عطفت عليا وحاضيطه ونش جابتهم معاها من راكم عارفه الطيام تقدر تجيبي معاك اكثر، قالت لي رسلتهم ليا رسلتو ليا ب 14 اورو ولكن زيتون وثومه. المهم خلطت ليا الباروك ديال البلاد جبت من البلاد. غندير هذا في بلاصه ماش تعرف. المهم لابريكو في هذا اللون، هذا لابريكو في هذا اللون الغوز. المهم غنديرو باش نعسل به. المهم غيكون طاجين معسل، ومن طبيعة الحال درت البطاطا العادية لا قبل الدراري غير لي كارسون لأن البنات مغيتعشاوش هنايا درتو لي كارسون. المهم غنطيب الطاجين ديالي باش إن شاء الله نمشي نخدم وغنشارك معاكم الخدمة. المهم الخدمة ديالي كي كنخدم أنا كنخدم في الليل بحال الخفاش أختي. الخدمة ديالي هو لابيبليسيتي السلعة اللي كندخل للموقع كندير ليها لابيبليسيتي يعني وكندير ليها الفيديو باش نبين الناس الجديد وهذا الشيء. المهم غنشارك معكم هذا الشيء كله بلا ما نصدع عليكم راسكم من الهضره وبلا بلا. مليحه اختي اوكي مليحه. المهم ما عنديش قزبر، عندي في الجردة ولكن اشتخيت من السما ما في يمين خرج الجيبه شوف داك الحشر اللي ضرب حشركم شوف تخشيرات انا في يمين حيد وهويد بس نمشي نقلب عليهم. المهم انا كندير غير الخرقوم والابزار ومليحه وصافي ما نقصش الفيديو. وهادشي اللي وريتو ليكم مليش منقصش واش كدار فيها ولا لا. المهم غنديرها في الاخر جو سي با ما عرفتش مثلي مين يدخل اليوتيوب يشوف غندير ليه غنطيج الطاجين كأنايا الحاجه الوحده اللي نقدر نقولها لكم بكل افتخار الدريات. المهم ما تنساوش بعدا لي لايك للفيديو راه كتنساوش حنا تيسا. اي حاجه اختي طيبتها كتجي اختي بنينه وزوينه. ما عرفتي اختي من عند من هادشي من عند مرضات الوالدين. الحمد لله يا ربي مرضيه مع ابويا وامي وجدي وجدتها هما راضين عليا الله يرحمهم. المهم كاين شي نوع هكا يعني واخا طيب لك غير بيض ومطيش وما يكونش عندها كاع المقادير داكشي كيخرج داكشي من يديا تا ربي زوينين وانا هكا يا اختي. المهم اراكم بعد قليل. الله يا مولانا الله الله مولانا وقيلا غنطوط انا على الطاجين باقي ما درتش العطريه عاوتاني تقلى شويه غير في تقلى شويه غير في المليحه وعاد ندير العطريه ديالو يا اختي. نورمالمون هاد الطواجن هذا غيجي مع السل فوالا تيتقلى مزيان ندير العطريه. ما هذا انهم يدينون بدينا جديدا. المهم درت الخرقوم يا اختي ومن بعد الخرقوم ماذا نعمل؟ سنزيد القليل من الابزار. نعم ابزار اختي فوالا. الله 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 على طويجين الله الله الله. هذه راه غير هذا الشيء اللي كيبان لكم كحال هنايا هذا لاله عليك راه غير القرفه. درت القرفه هنا ودرت السكر وجمعت كلشي حيش وريش. ما بقيت نبزر ونحزر عليه هو تبارك الله على ما داق ما نعاودش لكم لي في فو بروني با لا تيت افيك افيك ان طاجين وافيك ان تريك والله راه كيجي زوين. هانتي هانتي اختي شوف شوف المريقه كيفاش خاطر. دابا غنخليه يشرب ليا هاد البلول هذا. درت شويه ديال البلول هو نورمالمون الطاجين راه ما كيبغي يتبل ولكن الدراري راه عزيز عليهم البلول وتراجلي عزيز عليه البلول ولهذا
نخليه ينشف البلول. زدت بطاطا نورمالمون ما نديروهاش، البصله راني مكثره منها. دابا راني كنهز هكا في البليل ونخوي هنايا، نهز ونخوي هنايا صافي. ورا الديبوردا ليا كومام، شفتو الديبوردا ليا مع راساتو هاد الطويجين هذا. دابا اختي نسد عليه ونخليه على خاطر خاطرو تينشف مزيان. المهم شي ينشف ينشف كاع، لان حمزه عزيز عليه البنوك الدراري. وصافي وها الطاجين ديالي وجد، والمذاق يا سلام يا سلام. هنا جيت انا واسيا لابوتيك ديالنا اللي هو يا هذا، جت معايا اسيا. المهم شتا عندنا خيط من السما، في يعني عندنا الشتا راكم عارفين انا عندي لابوتيك غير في الدار، يعني خليت راسي بالبيجاما غير درت الماكياج وهذه وسرحت شويه شعري، وشت معايا البينوار ديالي مغطيه به على الشتا. وغادي هنايا بلي غنجي غنعرف راسي انني نسيت واحد الحاجه مهمه مهمه، اللي انا محتاجها للتسجيل، محتاجها للتسجيل. جايبه معايا بيان سور الصبابط، لانني شي حاجه غادي نلبسها مع دي بوت، وشي حاجه غنلبسها مع سبرديله. هاني غنوريكم هادشي جبتو معايا من الدار، شفت معايا لي بوت سبرديلات باش كلها لبسه نوريها الناس معاش كتلبس، وهما لا هما الاختيار ديك الساعه، غير يبان ليهم مثلا اي حاجه تبان ليهم هكا ملبوسه احسن، الناس تفضلوا هكا ملبوسه احسن. هاد البانطوف هادي رسن نخليها في لابوتيك، يعني بلي كنجي لابوتيك هنا نخدم ولا نوجد لي كوموند لا شنو تلبسها، حيت لان الارض بارده. والارض راني دايره ليها اللينو، دايره ليها اللينو الارض ان شاء الله. تنفكر باللي سخون الحال ندير لها الكارلاج بحال هذا اللي عندي في الدار، لانه زوين وبريون كتهني صافي. ما كاين ما احسن من الزليج. الوغ معانا هاد النهار هذا هاد الكسيوات هادو ديال الخيط. نتوما غتشوفوا هاد الفيديو الجمعه، انه غتشوفوا هاد الفيديو اليوم الخميس، وان شاء الله غيعاودوا يرجعوا السبت، لانهم تباعوا ليا ما شاء الله كاملين. بعت كاع لا كوليكسيون اللي دخلات، وراني رجعت منهم ربعه الالوان، غيدخلوا ان شاء الله غيدخلوا صامدي. دابا هنايا تفكرت بانني ما جبتش اللايبه، لانني بغيت نلبسها للبنات مع لايبه كحله، واسيا تلبسها مع الجين مثلا. شي وحده بغات تشريها هاد الكسوه لبنتها ممكن تلبسها ليها مع الجين، وانايا كادولت تلبسها مع ليبه. هاني مشيت رجعت للدار ومشيت جبت ليبه، هادي ماشي ليبه ديك الخفيفه، ليفاني ثقيله، ماشي ثقيله مي مبطنه، فوالا مبطنه، يعني ما غيدخلك لا برد لا والو. هادي انا نلبسها مثلا مع هاد الكسيوه ولي بوت. المهم راه غتشوفوا معايا كلشي غتشوفوا معايا ان شاء الله كلشي في الفيديو. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وبالعكس اشتاني في الرزانة، كيف تقدر لحنانة وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. وي صح 11 اورو 99 سنتيم، سي ان تروك انكرويابل، بري فريمون ما تلقاوش نول بار، طويله مستوره زوينه دي اس ال ماكسيموم البنات. ريغاردي موا سا. فوالا البنات، اسيا غادي تقدم لكم هذا اللون هذا. علي اسيا شنو نسمح؟ الوغ c'est la même que l'autre sauf que c'est avec d'autres motifs. Là il y a des étoiles et la couleur sont c'est bien aussi hein. Moi j'ai pas dit la motif en fait, ma gish lekom le motif li kan fhadik loula mi rachetou alaykom. Alors ach men loun hada kima katchoufou f la vidéo sans filtre, c'est la couleur réelle diala. قبيطه من الرجلين، غيكاردي مهصع البنات شو مديت ويلا كاين هذا. لو بغيتي تنعسي هكا يا تغمضي عينيك بزاف.
فوالا هاد اللحظه هادي اسيا رجعت للدار، يعني غير بينات معايا الحوايج اللي كيتلبسوا في الاس بيان سور، بيناتهم الناس، لان كاينين دي كليونت اللي كيشريو من عندي الحوايج لبناتهم، وكاين اللي كدير نيت هي الاس. برافو 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 الناس اللي كيديروا الاس يا اختي، برافو عليكم. انا كنلبس الان مثلا هاد السورفيته هادي، راه ما شاء الله طويله وكاينين طوال منها. انا هادي مثلا لابسه فيها لو ام، كنبينها الناس، يعني كنفهم بنتي كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تهضر مع الناس، كيفاش يكون عندها، يعني حيتاش انا راه يعني تنبين للناس شنو تنبيع، وميم طور راني اون كونتاكت اللي كيبغي يسول على شي حاجه باغ ميل ولا على لا كوموند ولا اي حاجه، راه ماشي الخدمه ديالي غير كندير لا بوبليسيتي سيتو، راني كنوجد لي كوموند، كنرسلها للناس، الناس يعني تيرسلوا ليا دي ميساج، كان مثلا شي كوموند ما مشاوش يجيبوها تترجع عندي، تنهضر معاهم واش نبغي نعاود نرجع ليهم ولا نرجع ليهم فقط الفلوس. مهم بحال ما هاد الحوايج كلها فهمتهم ليها، هادشي كله اللي كتشوفي فيه البنات راه راجع اون غوتور نهار السبت، اليوم الخميس، الجمعه السبت غيكون في الموقع ديالي اللي دائما تنخليه لكم في اول تعليق وصندوق الوصف. هادو كلهم اللي كتشوفوا فيهم دابا تباعوا، حتى شي وحده ما بقات، تباعوا اون 24 ساعه، 24 ساعه تباعوا كلهم ما شاء الله، لان شي حاجه انا هاد ستيل هذا يعني غار فريمون غار، وشي حاجه زوينه مستوره. هادو اللي طوال حمقوني حمقوني، يعني البنات تيديروا الحجاب وشنو غيجيوهم واعرين، والثمن هادو راه دايرين 24 واقيله، واللي ما طوالينش بزاف راه دايرين واقيله واحد 23 كنظن، الاخرين راه دايرين غير 11 اورو، يعني تنديرش واحد لو بري اكسيسيف، كندير ثمن اللي خرجني اللي ربح شويه، وبنادم ياخذ من عندي هو يا جيبو ما ي... يعني كلشي يقدر يتقدى. يلا بسلامه عليكم، واحلى بوسه من عند نزيها، ونتلاقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. الف سلام عليكم.